بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع له أهميته لحاجة الناس إليه، خصوصاً في هذا الوقت الذي لا يخفاكم حالة أهله إلا من رحم الله، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير وما زالت في نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يديمها ويتمها علينا وعليكم جميعا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداء الدين والمتربصين بالمسلمين. أيها الإخوة، إنه لا حياة إلا بجماعة، لا يستقيم دين ولا دنيا إلا بجماعة، ولهذا نهى الله عن التفرق والاختلاف، وأمر بالاجتماع والائتلاف على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والاجتماع لا بد له من قيادة، لا اجتماع إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلذلك كان تنصيب الإمام فريضة في الإسلام، فريضة في الإسلام، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. الناس لا يصلحون بدون إمام يقودهم وينظر في مصالحهم ويدفع المضار عنهم. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. البيت لا يبنى إلا على عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة بتنصيب إمام لهم قبل أن يتجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه، لعلمهم بضرورة هذا الأمر، وأنه لا يصلح أن يمضي وقت ولو يسير إلا وقد
تنصب الإمام للمسلمين، فاجتمعت كلمتهم رضي الله عنهم على أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق، فبايعوه، تمت له البيعة. وعند ذلك اتجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أهمية وجود الخليفة، وجود الإمام الذي نصبه ضرورة من ضروريات هذا الدين ومن ضروريات الحياة. وتنصيب الإمام يتم بطرق. الطريق الأول بيعة أهل الحل والعقد له، كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الطريق الثاني أن يعهد الإمام إلى من بعده بالإمامة، كما عهد أبو بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلزمت إمامته وانقاد الناس له، فكان ذلك خيراً للإسلام والمسلمين. الطريق الثالث أن يعهد الإمام إلى جماعة من أهل الشورى، يختارون من بينهم إماماً للمسلمين، كما عهد عمر الفاروق رضي الله عنه إلى الستة الباقين من العشرة المفضلين، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وطلحة والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، فاختاروا من بينهم أفضلهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعوه ولزمت بيعته لجميع المسلمين، تمت له الخلافة رضي الله عنه عن جدارة وعن اختيار موفق، لأنه أفضل الباقين من العشرة، فكان في ذلك الخير للمسلمين. الطريق الرابع أن يتغلب مسلم بسيفه حتى يخضع له الناس وينقادوا له، فتلزم إمامته جمعاً للكلمة وخروجاً من الخلاف، ويكون إماماً للمسلمين، كما حصل لعبد الملك ابن مروان رحمه الله. هذه هي الطرق التي يتم بها تنصيب الإمام في الإسلام، وكلها ترجع إلى أهل الحل والعقد والمشورة من المسلمين، ويلزم الباقين من الأمة، يلزمهم أن يسمعوا ويطيعوا لمن يتم له أمر الإمامة.
وأما ما يلزم للإمام من الحقوق فهي كثيرة. الإمام إمام المسلمين له حقوق عظيمة على الرعية لا بد أن يؤدوها حتى يحصل المقصود. فأول حقوقه السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين. فإذا تولى الأمر واحد منهم وجب على الجميع السمع والطاعة، لكن يكون ذلك بالمعروف. فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن يطاع فيما عداها مما ليس فيه معصية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالسمع والطاعة تلزم لولي الأمر بالمعروف، فلا إمامة لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا بنص القرآن. وحتى لو حصل من الإمام ظلم أو جور أو معصية في نفسه وفسق في نفسه ما لم يخرج من الإسلام، فإنه تلزم طاعته لما في ذلك من جمع الكلمة وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو ظلم ولو جار ولو حصل منه مخالفة لم تصل إلى حد الكفر، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة ولما يترتب على الخروج عليه من الضرر العظيم الذي هو أعظم من الصبر على ما يحصل منه من جور وظلم. فتلزم ليس من شرط الإمام أن يكون معصوماً ألا يخطي ما دام أنه لم يخرج من الإسلام. وليس معنى ذلك أنه لا يناصح، بل يناصح سراً بينه وبين الناصح. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال: لله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من حقه على الرعية خصوصاً علماء، فمن حقه أن يناصحوه
فيما بينهم وبينه، وأن يبلغوه فيما يحصل من النقص أو من الخلل الذي يكون في الرعية، أن يبلغوه عن ذلك ويعينوه على إصلاحه. فهذا من النصيحة لأئمة المسلمين، وهو في صالح المسلمين. النصيحة لها دور كبير في إصلاح الراعي وإصلاح الرعية، والنصيحة معناها الخلوص من الغش، الخلوص من الغش. الشيء الناصح هو الخالص الذي لا غش فيه، فلا يكون في المسلم غش لا للوالي ولا للرعية ولا لأحد من المسلمين، بل يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. ومن النصيحة لولي أمر المسلمين القيام بالأعمال التي يسندها إلى الولاة والأمراء والموظفين، أن يقوم كل بما أسند إليه على التمام والوجه الصحيح حسب الاستطاعة، ولا يقصر في شيء من ذلك. فهذا من النصيحة لولي الأمر، ولهذا سمى الله الوظائف سماها أمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر للرعاة ولاة الأمر أن يسندوا المهام، أن يسندوها إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. ثم قال بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآية الأولى موجهة للولاة، الآية الثانية موجهة للرعية. فمن نصيحة ولي الأمر أن كل موظف، كل أمير، كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين أن يقوم به على الوجه المطلوب، ولا يقصر فيه ولا يخون. فهذا من النصيحة لولي الأمر. من النصيحة لولي الأمر ومن حقوقه على الرعية جماعات وأفراد، وهذا مهم جدا، الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأن صلاحهم استقامتهم صلاح للإسلام والمسلمين. فإذا أصلح الله الولاة صلح شأن المسلمين، فهو يدعو لهم بالصلاح والتسديد، وينصح لهم ظاهراً وباطناً. أما من يلتمس عيوبهم ونقائصهم وينشرها على الملأ، إما في على المنابر، وإما بالأشرطة، وإما في الوسائل الأخرى، يتلمس أخطاء ولاة الأمور ينشرها، فهذا فساد كبير وليس من النصيحة، هذا من الخيانة لهم والخيانة للمسلمين، لأن هذا يفرق الكلمة ويشتت الرأي، وهذا شأن المنافقين وليس من شأن المسلمين نشر أخطاء ولاة الأمور. ولكن الواجب المناصحة لهم وإيصال النصيحة لهم، لا نشر الملاحظات عليهم
قد تكون ملاحظات وهمية أو مكذوبة، أليس هذا من مصلحة الإسلام والمسلمين؟ بل هذا من الغش، هذا من الغش لولي الأمر والغش للمسلمين، فهذا أمر يجب التنبه له، ولا ينخدع المسلم بما يقرأ ويشاهد في وسائل النشر من التماس عيوب ولاة الأمور، ليس هذا من مصلحة المسلمين. الضرر على المسلمين أكثر من الضرر على ولي الأمر في هذا. الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، قال بعض السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان، لما يحصل من النفع في صلاح السلطان واستقامته. ولا يجوز الدعاء على ولاة الأمور ولو أخطأوا، لا يجوز الدعاء عليهم، بل يدعى لهم بالصلاح والاستقامة، وأما الدعاء عليهم فهو خيانة، وهو دعاء على المسلمين لما يترتب عليه من الخلل العظيم. فلا يدعى على ولي أمر المسلمين وإن أخطأ، بل يدعى له بالصلاح. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر، فإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فثق به أو نحو من هذا، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فاتهمه، يعني اتهمه برأي الخوارج الذين يريدون شتات الأمر ويريدون تفريق المسلمين. فهذا من حق إمام المسلمين الدعاء له، الدعاء له جماعة وأفرادا، بأن يصلحه الله وأن يصلح شأنه وأن يعينه وأن يسدد خطاه إلى غير ذلك من الأدعية الطيبة، لأنه ليس النظر إن هذا في صالح الإمام فقط، بل هو في صالح المسلمين عموما وفي صالح الداعي نفسه. يجب التنبه لهذا الأمر العظيم. ولي أمر المسلمين يحترم ويوقر لما له من المكانة، لأنه خليفة ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فولي الأمر ينفذ أوامر الله في الرعية، يقيم الحدود، يقيم الجهاد في سبيل الله، يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقيم العدل، يقيم الأمن الذي هو من ضرورات المجتمع. كل هذه الأمور تترتب على قيام ولي الأمر وتنصيب ولي الأمر. فولي الأمر من أعظم مهامه، من أعظم مهامه هي الحفاظ على الأمن، على أمن المجتمع، ومن أعظم مهامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود على من تجب عليه، وكذلك وهو مهم جدا إقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا قالت بنو إسرائيل لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأنه لا يقوم بهذا الأمر إلا ملك أو نحو الملك، هو الذي يقيم علم الجهاد وينظمه
والله جل وعلا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام خليفة يخلف من قبله في الخلق في قيام مصالحهم، لا يصلحون بدون خليفة. وكذلك الله جل وعلا قال لداود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا بد من وجود الخليفة، ويتمثل هذا في الأمير والإمام وكل من ولاه الله أمر المسلمين. لا يجوز إهانة ولي الأمر بتنقصه والكلام فيه وتقليل شأنه عند الناس، هذا حرام. وفي الأثر: من أهان ولي الأمر أهانه الله، فليحترم، لأن احترامه احترام للإسلام والمسلمين، احترام لمنصبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد في رواية حبشي، في رواية مجدع الأطراف، إذا تأمر فإنه يسمع له ويطاع، ولا ينظر إلى شخصه وما فيه من نقص النسب أو نقص البدن أو غير ذلك، إنما ينظر إلى منصبه فيحترم ويجل، لأن هذا من تمام صلاح الأمر واستقامة الأمر. ولا يكون هم الناس الحديث عن ولاة الأمور والتماس معايبهم، لأن هذا يشتت الأمر ويبغض ولي الأمر إلى المسلمين، وإذا أبغضهم هو فسادت البغضة بين ولي الأمر وبين المسلمين، وحصل الفساد الكبير والتشتت. فيجب مراعاة هذه الأمور، لأنها في صالح الإسلام والمسلمين، فالمصلحة للمسلمين أكثر من المصلحة لولي الأمر. ولي الأمر يتحمل ويتعب ويسهر، ويحصل عليه خطر، كل ذلك مصلحته للمسلمين. فلماذا لا يحترم ولي الأمر؟ لماذا لا يعزز شأنه؟ لماذا لا نعينه ونناصحه ونقوم بالأعمال على الوجه المطلوب التي يسندها إلينا؟ هذا هو مقتضى المصلحة العامة للمسلمين. حتى لو حصل على الشخص ضرر في نفسه فإنه يتحمل هذا في جانب الصالح العام وجمع الكلمة وصلاح الأمر، يحتمل ضرر الفرد تلافياً لضرر الجماعة وضرر الأمة. فهذه أمور يجب معرفتها والقيام بها، لأن المسلمين بحاجة إلى الاجتماع، إلى قيام ولاة الأمور وتعاون معهم، خصوصاً في هذا الوقت الذي تعلمون ما يعد فيه من الفتن، وأن دعاة الضلال ينشرون ضلالهم وشرهم بين المسلمين بكل وسيلة، لأجل أن يفسد الأمر وتضيع المسؤولية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، الجهاد معهم
الصلاة خلفهم، ولو كان عندهم شيء من القصور في دينهم ما لم يصل إلى الكفر يصلى خلفهم. كان الصحابة يصلون خلف الأمراء، وإن كان في بعضهم شيء من النقص في دينهم جمعا للكلمة، كل هذا لأجل جمع الكلمة وتجنبا للفتنة، تجنبا للشر. ولما اشتد الأمر والمحنة في زمن الإمام أحمد رحمه الله من بعض الولاة يجبر الناس على القول بخلق القرآن، جاء تلاميذه والعلماء جاءوا إليه وقالوا: يا أبا عبد الله، بلغ الأمر ما بلغ، ونريد أن تأمرنا بشيء نخرج به من هذه الفتنة. فقال لهم: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة والصبر، عليكم بالتأني، مع أنه يضرب ويسجن وهو إمام أهل السنة، ومع هذا صبر وتجلد ونهى عن معصية ولي الأمر والخروج عليه، لأن هذا يترتب عليه انفلات الزمام، يترتب عليه سفك الدماء، ترتب عليه اختلال الأمن، ترتب عليه شرور كثيرة. فارتكاب شر واحد تلافيا لشرور كثيرة هذا هو الحكمة، وهو الذي أمرنا الله ورسوله به. ما يوجد ولي أمر بعد الرسل وبعد الخلفاء الراشدين، ما يوجد ولي الأمر ليس فيه نقص، ولكن ما يحصل بالسمع والطاعة والصبر من المصالح أعظم مما يحصل من الصبر على ظلم الظالم وجور الجائر. فعلى المسلمين أن يعوا هذه الأمور وأن ينشروها بين الناس، وإذا رأوا من يريد أن يشتت أمور المسلمين ويتكلم أن يناصحوه وأن يبينوا له أن هذا لا يجوز، وليس هذا هو الحل، ليس هذا هو الحل للمشكلة. فهذه أمور يجب معرفتها، خصوصا في وقتنا هذا يجب نشرها، يجب تعليمها للطلاب، يجب ذكرها في خطب الجمع، يجب ذكرها في الدروس، يجب ذكرها في كل مناسبة، لأنها أمور تهم المسلمين، ويدفع الله بها شرورا كثيرة، ويرد بها شبهات خطيرة. وفق الله الجميع لكل خير، وجنبنا وإياكم كل شر، وحمى وحفظ مجتمع المسلمين مما يراد به من الكيد ويراد به من الشر. حمى الله مجتمع المسلمين في كل مكان، وفي هذه البلاد خاصة بلاد الحرمين حماها الله من كل سوء ومكروه. وعلينا بالتعاون والصبر فيما بيننا ومع ولاة أمورنا، وعلينا أن نتنبه للدسائس، علينا أن نتنبه للمتربصين بيننا، علينا أن نحذر كل الحذر. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله سمعت الشيخ صالح من فوزان الفوزان على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة، نسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في ميزان عمله الصالح والسامعين. يقول السائل صاحب الفضيلة، يقول السائل: هنالك من يقول أنه لا يجوز إنزال حديث الخوارج على من يخرجون اليوم في المظاهرات ضد حاكم معين، ويقول أيضا
أن هنالك من يصف هذه المظاهرات أنها حراك سلمي ولا ينكرها إلا أهل البدع. المظاهرات ليست من دين الإسلام لما يترتب عليها من الشرور، من ضياع كلمة المسلمين، من تفريق بين المسلمين، لما يصاحبها من التخريب وسفك الدماء، لما يصاحبها من الشرور. فليست المظاهرات بحل صحيح للمشكلات، ولكن الحل يكون باتباع الكتاب والسنة وما جرى في الأزمان السابقة، أكثر مما يحصل الآن من الفتن، ولكن يعالجونها على ضوء الشريعة لا على ضوء نظم الكفار والمظاهرات المستوردة. هذا ليس من دين الإسلام، الفوضى ليست من دين الإسلام. دين الإسلام يدعو إلى الانضباط، يدعو إلى الصبر، يدعو إلى الحكمة، يدعو إلى رد الأمور إلى أهل الحل والعقد، إلى العلماء. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. كما ترون أيها الأحبة، فإن لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع صاحبي الفضيلة الدكتور خالد الشايع والشيخ فهد التويجري عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وسبل نصرته سنته. يقول السائل حفظكم الله: هل من حصلت له الإمامة بولاية العهد فهو إمام له حق الإمامة، أم لابد من استشارة الأمة حتى يحصل على حقوق الإمامة؟ عمر رضي الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهد إلى عمر ولزمت إمامته، ولم يعارض واحد من الصحابة، بل تمت له الولاية بعهد أبي بكر له، والأمة تتبع قادتها وولاة أمورها وتتبع أهل الرأي والحل والعقد. وليس من حق كل أحد أنه يتدخل في أمور الولاية. نعم. يقول السائل حفظكم الله: إذا تغلب الحاكم بقوته فهل يجب له السمع والطاعة، أم لابد من انتخابه حتى يكون له حق الإمامة؟ هي المسألة انتخاب، هذا تولى بالسيف وخضع الناس له فتلزم طاعته، ما دام أنه مسلم تلزم طاعته جمعا للكلمة وتفاديا للشرور والخلافات. هكذا كان من وجد من الصحابة والتابعين في عهد عبد الملك بن مروان فرحمه الله، وماذا حصل من المصالح للمسلمين. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل إذا سمح حاكم بالمظاهرات في البلد وتحقيقها لتحقيقها بعض المصالح يجعل ذلك مشروعا؟ الحاكم المسلم الذي يمشي على ضوء الشريعة ما يمكن يسمح بالمظاهرات، إنما يسمح بها من يأخذ بالأنظمة البشرية، فلا يؤخذ بالمظاهرات، وليست من صالح الإسلام ولا من صالح المسلمين. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل يجوز لرجال الأمن السمع والطاعة في منع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي قد تحدث في بلاد المسلمين؟ نعم، هذه من مهمة رجال الأمر، أنه رجال الأمن أنهم يمنعون هذه الظواهر التي فيها خطورة على المجتمع وخطورة على الولاية وخطورة على المسلمين، فمن حق هذا من مهماتهم أن يقوموا بهذا الأمر، لا يعتدوا على أحد لكن يمنع الشر، يمنع العدوان. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هنالك من يقول أن العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة عقد ووكالة، فإذا خلى الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، فهل هذا
هو منهج أهل السنة. هذا كلام باطل، ما قالوا إن 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 ولي الأمر وكيل فقط، ما قال هذا أحد، وإذا لم يعمل بالوكالة انحلت ولايته. هذا ليس من كلام أهل العلم، وليس هو وليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح. نعم. يقول السائل: من يقول أن الولاية تكون لآل البيت فقط ويدعو لذلك، فماذا بماذا يرد عليه؟ يعني ظلت الأمة كلها لما بايعت غير أهل البيت الولاية لمن قام بهذا الأمر بمسوغ شرعي من أهل البيت ومن غيرهم. نعم. سائل يقول: سماحة الشيخ، هل أصل السمع والطاعة من باب المعاوضة؟ فإن أعطانا حقنا سمعنا وأطعنا، وإن منعنا لا نسمع ولا نطيع. إن منعنا نصبر، إن منعنا فإننا نصبر عن ما يذهب من حقنا ولا نخرج عليه، لأن هذا فيه جمع للكلمة وتفاديا لخطر أعظم مما يفوت من حقنا الجزئي. الحق الكلي ألزم من الحق الجزئي، فهذا أمر في غاية الوضوح. لكن أهل الأهوى يلتمسون أشياء ومخارج باطلة تروج على بعض الناس، لكن يجب الحذر منها. نعم. قدم أحد اللاعبين الأجانب إلى هذا البلد، فقال أحد الدعاة: لو قابله الرسول صلى الله عليه وسلم لابتسم في وجهه وأحسن ضيافته، هل هذا هو المنهج في مقابلة هذا اللاعب؟ هذا تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدري هذا القائل أن الرسول لو قابله لتبسم في وجهه؟ هذا تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. واللاعب إذا كان مسلماً فإنه يبتسم له ويسلم عليه وينصح بترك اللعب ويأخذ بالجد والنافع، وأما إذا كان غير مسلم فلا يبتسم له، لكن لا يساء إليه ما دام في بلاد المسلمين، لا يساء إليه حتى يذهب إلى بلده. نعم. ولو كان أحسن الله إليكم باب الدعوة إلى الله ودعوته إلى الإسلام، وما قال يدعى إلى الإسلام، يقول يبتسم له لأنه رياضي ولأنه بطل من أبطال الرياضة وما أشبه ذلك. نعم. أما الدعوة إلى الإسلام، نعم يدعى إلى الإسلام، كل يدعى إلى الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يدعو إلى الخروج ويقول إن الخروج عن جماعة المسلمين لا يعني الخروج بالمظاهرات وإبداء الرأي، بل الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح. الخروج أنواع، منه الخروج بالكلام، هذا خروج، إذا كان يحث على الخروج ويرغب بالخروج على ولي الأمر هذا خروج ولو ما حمل السلاح، بل ربما يكون هذا أخطر من حمل السلاح. الذي ينشر فكر الخوارج ويرغب فيه هذا أخطر من حمل السلاح. يكون الخروج بالقلب أيضا، إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له ويرى بغض ولاة الأمور المسلمين هذا خروج بالقلب. الخروج قد يكون بالقلب والنية، قد يكون بالكلام، ويكون بالسلاح أيضا. نعم. يقول السائل: ما نصيحة سماحتكم لمن يخرج اليوم في مسيرات داخل الأسواق والمجمعات التجارية يضايقون الأسر والعوائل وينادون بإخراج جميع الموقوفين في السجون؟ كل هذا ليس من دين الإسلام. المظاهرات هذه والاعتصامات هذه كلها مستوردة وهي فوضى، والإسلام لا يأمر بالفوضى، وفيها أيضا معصية لولي الأمر، وفيها ترويع للمسلمين. والذين في السجون إن كان أحد منهم مسجون بغير حق فيبين هذا لولي الأمر، يشرح له
يطلب منه إخراجه بدون مظاهرات وبدون هذا واعتصامات، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذه أمور مستوردة، وهذه مبادئ الخروج على ولاة الأمور. نعم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول أن لديه وسيلة في الدعوة أنه ينشر عبر وسائل الاتصال الحديثة ما جرى له في الاعتقال سواء في الداخل أو في العراق أو في غير ذلك، فما حكم ذلك وجزاك الله خيرا؟ هذا ترغيب في الخروج، وأنه يمشون مثله ويصبرون على ما جرى عليه. هو عاد وش حصل عليه؟ هو خرج وراح، وش استفاد؟ وش استفاد المسلمون من ذلك؟ استفاد شيء؟ نعم. يقول السائل: يزعم البعض أن أصل السمع والطاعة عقيدة سياسية أنشأها الحكام من زمن السلف لحماية سلطانهم، فما رأي سماحتكم؟ سبحان الله، أليس في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أليس في السنة: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؟ هذه من سياسة الحكام ولا من سياسة الشرع، مما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم. هذا أخ أرسل أكثر من سؤال يتكلم عن موقع في الأنترنت اسمه شبكة الأثري، ويذكر أنهم يذكرون لسماحتكم بعض الفتاوي التي تؤيدون به منهجهم، ويقول أنهم أصحاب غلو وأسماء مستعارة ويقومون بالتحريش بين أهل العلم وبالأخص الشيخ ربيع المدخلي، فهل لكم تعليق جزاكم الله خيرا؟ الكذب اليوم كثير، والكذب على علي وعلى غيري كثير، فالذي ينسب إلى أحد قولا أو فتوى لا بد أن يبرزها بخط المفتي أو بصوته، إما بخطه وإما بصوته. وأما النسبة المطلقة كذا قال فلان وأفتى فلان، هذا لا يقبل، لأن الكذب اليوم كثير والتقول كثير على أهل العلم وعلى ولاة الأمور، بل على الناس عموما، تقول عليهم والكذب عليهم وتحريش بعضهم على بعض، هذا كله من الشر. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ما الموقف ممن يثني على الخوارج ويدافع عنهم ويصفهم بالمصالحين أو يسكت عن بدعهم وتكفيرهم؟ الذي يدافع عن الخوارج ويروج مذهبهم هذا خارجي، هذا حكمه حكم الخوارج، لأنه رضي بقولهم ونشره ودعا إليه، فهو خارجي، يعامل معاملة الخوارج ويحذر منه. نعم. سائلة سماحة الشيخ تقول أن زوجها مقصر في حقوق أسرتها، ويمنعها من زيارة أهلها أو الحديث بالهاتف أو الخروج لشراء مشتريات للبيت، فما حكم خروجي من المنزل بغير إذنه لإعانة نفسي وأبنائي وجزاك الله خيرا؟ لا يجوز الخروج إلا بإذنه، لا يجوز الخروج إلا بإذنه، وإذا حصل منه تقصير في حقوقها وحقوق أولادها فترفع قضية عليه إلى المحكمة وتنظر في دعواها. نعم. سائل يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن يبيع الرجل أرضا ويشترط على المشتري أن يطلب العلم؟ نعم. يقول أنه يبيع أرضا لرجل ويشترط عليه أن يطلب العلم. هذا لا علاقة له بالبيع، يطلب العلم لو ما شرى منك أرض، تشير عليه طلب العلم لو ما شرى منك أرض، وأما أنك تشرط عليه أنه يطلب العلم من شروط البيع هذا لا أصل له، ولا صار أنه ما هو من أهل العلم ولا له رغبة في العلم تجبره على هذا، ما يصلح. العلم إنما هو عن رغبة، عن رغبة من طالب العلم. نعم. يقول سماحة الشيخ: ذهاب مجموعة من الشباب إلى أماكن المنكرات للإنكار هل يعتبر من إنكار المنكر الذي عليه عمل المسلمين؟ نعم، الذهاب إلى، لكن
لا يقوم بإنكار المنكر في السواق وفي إلا من فوضهم ولي الأمر بهذا، من فوضهم ولي الأمر بهذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنهم هم الذين يقومون بهذا، أما غيرهم فإذا رأى منكرا فإنه يبلغ عنه، يبلغ عنه الهيئة، رئيس الهيئة، المركز، مركز الهيئة، يبلغ أعضاء الهيئة، يبلغهم عن هذا. وأما هو فلا يدخل في شيء لم يولى عليه. نعم، لكن المناصحة والبلاغ طيب. نعم. هذا سائل يقول: من مات في المظاهرات التي خرجت على حاكم مسلم ما حكمه؟ مخطي، الله أعلم حكمه عند الله، لكن هو مخطي. نعم. سائل يقول: ما كفارة ذنب الزنا وجزاك الله خيرا؟ توبة، توبة إلى الله تجب ما قبلها، يتوب إلى الله ويستر نفسه ويتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. نعم. ما رد سماحتكم على من يحث المجتمع الخليجي على الخروج على حكم على حكوماتهم ويبرر ذلك أن بعضهم لم تجتمع فيه شروط الولاية؟ هذا يدعو إلى فتنة وإلى إثارة فتنة وتحريش، فهذا داعية شر وداعية ضلال، لا يلتفت إليه ولا يسمع لقوله. نعم. يقول السائل: حفظكم الله، أليس من الأولى الحديث عن الإمام الذي يؤم الناس 5 مرات في اليوم حيث ترى التأخر في إقامة الصلاة التي هي أسباب قوة الأمة، بدلا من موضوع لا يحدث إلا كل 5 أو 10 سنوات؟ هذا ما يرضيه الكلام في ولاية الأمر وبيان أحكام الإمامة، ما يرضيه هذا، يعني متضايق من هذا، ولذلك يريد يخرجنا إلى موضوع آخر. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل في محل يبيع التلفزيون؟ اعمل في محل آخر ما دام أنك كاره هذا الشيء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول: بعض الإخوة يقولون لا بأس بأن ينشئ السلفيون جماعة دعوية إذا خلت من التعصب، وأن هذا داخل في باب التعاون على البر والتقوى لا من باب التحزب والتفرق بين المسلمين، فهل فعلهم صواب؟ لا ينشئ جماعة للدعوة إلا ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، وقد جعل ولله الحمد جعل وزارة كاملة، جعل وزارة كاملة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. نعم. لعله يقصد إنشاء المراكز الإسلامية في بلاد الكفار. إذا سمحوا لهم، إذا سمحوا لهم وعندهم استعداد علمي واستعداد مالي واستعداد يمكنهم من إقامة مركز إسلامي في بلاد الكفر، هذا شيء طيب، ولكن لا بد أن يرتبطوا بالعلماء وبالدعاة إلى الله المعروفين ويستشيروهم. نعم. يقول السائل: ينسب لابن حجر، الإمامين ابن حجر والنووي رحمهم الله، تعليقهم على حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أن المقصود بالحديث تولي خليفة عادل وتسلط على شخص معين فليصبر درءا للفتنة. الحديث عام موجه لمعين، عام للأمة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يصرفه عن معناه هذا له هوى، يريد أن يفسر الحديث على حسب هواه ومشربه ومذهبه، ولا يطيعه الحديث، الحديث عام ولله الحمد. وما وجدنا هذا في كلام النووي، رجعنا إليه ما وجدنا هذا في كلام النووي. نعم. هذا أخ يقول أنه بعد البحث في كتب النووي بن حجر لم أجد ذلك، وجزاك الله خير. نعم، أنا بحثت ولا وجدت هذا. نعم. يقول السائل حفظكم الله، يقول يعني يرجع عرض سؤاله، يقول أنه يأمر أصحابه بالصلاة حتى أنه من كثر الأمر أصبح عدوا لهم برأيهم، فما توجيه سماحتكم؟ ما هو بعدو لهم، بل هو
أصدق الأصدقاء لهم ويريد لهم الخير، عدوهم الذي ينهاهم عن الصلاة أو يشجعهم على التهاون بالصلاة هذا عدوهم، أما الذي يأمرهم بالصلاة هذا هو الناصح لهم والمشفق عليهم الذي يهمه أمرهم، فهذا يجب أنهم يعرفون قدره وأنهم يأخذون بنصيحته بدل أن يتهموه بهذا. نعم. يقول سماحة الشيخ: ذكرتم في المحاضرة 4 طرق لاختيار الإمام في الإسلام ولم تذكروا الانتخابات، فلماذا وما حكم ذلك؟ ما هي من أنظمة الإسلام الانتخابات، ما هي من نظام الإسلام، هذا الذي ذكره أهل العلم في تنصيب ولي الأمر، ولا ذكروا الانتخابات، ما وجدناها. نعم. الأذان صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنه نحبكم في الله، ويقول أنه يقول: رجل مدح عائلته وقال أنهم أكرم أهل كرم لما لمس منهم من حب للإنفاق في وجوه الخير، فقيل له أنكم ووصف بأنه المنان على الله ورسوله، فهل هذا الكلام من التألي على الله؟ لا، ليس هذا كونه يذكر أن أهله أهل كرم وصدقات، هذا من التحدث بنعمة الله ومن الثناء على أهل الخير من أهله وغيرهم. نعم. وهو يخبر عما شاهده وعما علمه. نعم. هذا أخي يقول: هل الشيخ ربيع من المرجئة؟ تركون من الأشخاص، لا تذكرون ولا شخص معين أبدا. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم، في غير هذه البلاد من حكام المسلمين من لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ومعروف عنه أنه يعادي أهل السنة ويثبط من همة دعاة الحق ويحول دون انتشار الدعوة السلفية المباركة، وقد يكون من أصحاب المناهج المحرفة التي تناصب السلفيين العداء، فهل الواجب تجاه هؤلاء السمع؟ ونرجو النصيحة وجزاك الله خيرا. أنا لا أعرف هذا الشخص الذي ذكره، ولا أتكلم عن مجهول، قد يكون له هوى على أحد ويريد يأخذ كلام في حقه بدون تثبت وبدون روية. نعم. هل يجوز، ما حكم الإبلاغ عن المفسدين كمروجي المخدرات ومن يريد الإخلال بالأمن في بلاد المسلمين؟ ما حكمه؟ الإبلاغ عن المفسدين كمروجي المخدرات. هذا واجب، واجب الإبلاغ عن أهل الشر الذين خطرهم عام على المسلمين وعلى المجتمع، من عرف عنهم وعرف أشخاصهم ومكانهم وعملهم يجب عليه أن يبلغ عنهم. نعم، لأن هذا من النصيحة، من النصيحة للمسلمين، لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. يقول السائل: حفظكم الله، الدعوة للحكم بالديمقراطية هل هي من الدعوة للإسلام؟ هذا نظام غربي، ما هو من نظام الإسلام، ما في الإسلام ديمقراطية ولا فيه ليبرالية ولا فيه، الإسلام معروف في أحكامه وفي شرعه، ليس منه هذه المصطلحات المستوردة. نعم. من هو ولي الأمر الذي يدعو للجهاد؟ ابحث عنه. نعم. ظهر بعض الدعاة يقول إن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد توفي وهو يثني وينصح بجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، فهذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ونحن جالسناه أكثر من 10 سنوات ما سمعناه يثني إلا على أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى أهل السنة والجماعة، وينصح لمن أخطأ من الجماعات الأخرى أن يتراجع عن خطأه من التبليغيين وغيرهم، هذا الذي أعرفه عن شيخي الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز مدح الإمام أو المبالغة في مدحه أمام الرعية
أم يكفي بأن يأمر الناس بالصبر ولزوم السمع والطاعة وعدم الخروج؟ يلزمه الصمت، وإذا أراد أنه يبين للناس يبين أن حكم الإسلام طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم، ولاة أمور المسلمين والسمع والطاعة لهم بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر على ما يحصل منهم من خطأ لا يصل إلى حد الكفر. نعم. يقول السائل: ما حكم سرق المال بنية الإرجاع؟ لا يجوز أخذ المال إلا برضا صاحبه وإذنه، لا يجوز أخذه بنية الإرجاع وصاحبه لم يعلم ولم يأذن. نعم. يقول السائل حفظكم الله: من يقول أن الثورات تحرير من العبودية للحاكم المستبد، فما الرد على ذلك وجزاك الله خيرا؟ الثورات لا خير فيها، حتى الحاكم المستبد الثورة عليه لا خير فيها، لأنها تجر شرا أكثر من سفك الدماء وضياع الأمر واختلال الأمن. نعم، فالثورات لا خير فيها. نعم. يقول السائل: نرجو التنويه عن فضل صيام عاشوراء، وما حكم اللطم في من يفعل ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، المسلمون لا يعملون اللطم ولا الجزع ولا التسخط، وإنما يعملون بالسنة، يصومون يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، ألا وهو سنة مؤكدة، صومه سنة مؤكدة. نعم. إذ أخ يريد أن يقرأ سؤاله، يقول: رئيس الدولة في مقام الإمام إن لم يكن في صفوف المسلمين يهود أو نصارى، كيف تفعل الشعوب وهم مسلمون في طاعته واتباع أوامره؟ هذا نص كلامه، ما لن دخل في هذا. نعم. يقول السائل: هل الرد على المخالف يقسي القلب؟ الرد على المخالف إذا كان من عالم يحسن الرد والمخالف أخطأ خطأ يجب بيانه، هذا من الدين، هذا من الدين ومن النصيحة للإسلام والمسلمين. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ظهر أحد الدعاة في هذا البلد في إحدى القنوات الفضائية يطعن في معاوية رضي الله عنه، ويقول إن الحسن بن علي خير من ملء الأرض من معاوية، وآخر يقول إن بني أمية وبني العباس هم السبب في ما نحياه اليوم وجزاك الله خيرا. بنو أمية وبنو العباس تولوا أمور المسلمين وأصلحوا فيها في الجملة، وإن كان يحصل من بعضهم خطأ، لكن في الجملة جاهدوا ونشروا الإسلام وفتحوا الفتوح وحافظوا على الدولة الإسلامية، والحمد لله حصل الخير الكثير على أيديهم. وأما معاوية فهو صحابي جليل له قدره ومكانته، فهو من جملة الصحابة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. لا يجوز مسبة معاوية لأنه صحابي، لا أحد يختلف في أن معاوية من الصحابة، لا يجوز سبه أو تنقصه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه ما عرف من أعمال معاوية إلا الخير، جمع الكلمة، القيام في وجوه الفرق الضالة، سد الطريق عليهم، ولذلك سمي عام بيعته عام الجماعة، لأن الله جمع به بين المسلمين وسد به على أهل الشر والضلال، وساس المسلمين سياسة حكيمة عادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحسن له فضل عظيم بلا شك، من سيد شباب أهل الجنة، والحسن هو الذي تنازل لمعاوية بالخلافة، فهل الحسن أخطأ في هذا؟ هذا المتكلم يخطئ الحسن رضي الله عنه، والنبي أثنى عليه في هذا الموقف، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
فأثنى على موقفه من تنازله لمعاوية جمعا للكلمة وحقنا لدماء المسلمين، وحصل من ذلك الخير الكثير ولله الحمد. فهذا من فضائل الحسن رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول السائل: هل فتاوى العلماء في الإنكار السري على الحكام مختصة لبلد معين أم هي عامة لجميع البلاد؟ عامة للمسلمين في كل مكان. نعم. يقول السائل: أرجو نصيحتي. يقول أنني مقيم في هذا البلد ولأنني مشغول فلا أستطيع أن أطلب العلم، وإذا ذهبت إلى بلدي قد أتفرغ لطلب العلم، فهل تنصحوني بالسفر وجزاك الله خيرا؟ إذا كان في بلدك إمكانية لطلب العلم وعلى علماء موثوقين فاذهب إلى بلادك والحمد لله واطلب العلم، إلا إذا كان أنك تحتاج إلى رزق وإلى عمل لترتزق من ورائه وتقوم بحاجة من خلفك، اطلب الرزق واطلب العلم هنا بما يتيسر لك. نعم. يقول: كلامك في هذه المحاضرة طيب، لكن الذين يقصدون بالموضوع لا يحضرون المحاضرة ولا يسمعون لهذه القنوات، فكيف الوصول إليهم وجزاك الله خيرا؟ أنا ما ألتزم بإحضارهم واستماعهم، أنا أقول ما أعتقد وسواء حضروا أو لم يحضروا. نعم. يقول السائل: يقول أحد الدعاة يقول: من رفع السلاح على ولي الأمر فلا يجوز له أن يقاتله حتى يحاوره، فهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين، هذا شأن الخوارج، هم الذين يحملون السلاح على ولاة أمور المسلمين. نعم. يقول السائل: أحضر درسا لأحد طلاب العلم فقال في الدرس: نحن اليوم بحاجة لمن يشرح الصحيحين شرحا خيرا من شرح ابن حجر والنووي. إذا جاء بمن يشرح الصحيحين أحسن من شرح ابن حجر والنووي فليأتي به، نحن لا نحجر عليه، نقول فضل الله واسع، لكن يأتي به إذا كان صادقا. نعم. يقول: بعض الدعاة رأيناهم يدعون حب هذه البلاد وعلمائها، وما إن تنزل نازلة بالأمة إلا ونجدهم يلمزون في العلماء وفي ولي الأمر ويباركون الثورات وأيدون المظاهرات، فما الموقف منهم وجزاك الله خيرا؟ هذا نفاق اللي يظهر بوجهين، وجه يمدح به وجه يذم به، هذا ذو الوجهين، وهذا شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين. نعم. يقول السائل: حفظكم الله، لماذا تباطأ الكثير من دعاة الفتنة اليوم على التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالولاية والإمامة، كحديث اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لماذا؟ يقول: لماذا تباطأ كثير من دعاة الفتنة، يعني توافقوا، نعم، من دعاة الفتنة اليوم على التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يتعلق بالولاية والإمامة، كحديث اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ تواطؤوا على هذا لأن مشربهم واحد، فهم تواطؤوا على هذا. نعم. هل الحزبية محرمة لذاتها أم يجوز لغيرها؟ التفرق كله لا يجوز، سواء سمي حزبية أو غير حزبية، تفرق مذموم ونهى الله عنه، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله ورسوله بالاجتماع، فالتفرق مذموم سواء سميته حزبية أو غير ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم أخذ البيعة للفرق والجماعات كبيعة جماعة الإخوان، هل هي من التفرق والخروج عن الجماعة؟ البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين، ما تؤخذ إلا لولي أمر المسلمين، لا تؤخذ لرئيس جماعة أو لأمير جماعة، إنما تؤخذ للولي الأمر المسلمين العام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل الشروط التي وضعها الفقهاء للإمامة كالعلم والعدل والكفاءة ونحوها هي شروط، هل هي شروط كمال أم شروط صحة الإمامة وجزاك الله خيرا؟ شروط حسب الإمكان، لازم توفر 100%، لكن حسب الإمكان، والأمثل فالأمثل. نعم. يقول السائل: من هم أهل الحل والعقد في الدول المعاصرة؟ الله أعلم، لا أعرفه. نعم. يقول السائل: بعض العلماء يقول يطلق القول بجواز الإنكار العلني، فهل يعنون به الإنكار العلني أمامه أم في الإعلام أم ماذا؟ ما أدري، يسأله اللي يقوله، يسأله ما يقصد بهذا. نعم. نفع الله بكم. يقول بعض الإخوان: إلى متى نصبر على الظلم الحاصل من الولاة، وإلى متى ننصح سرا وجزاك الله خيرا؟ إلى أن يأتي الله بالفرج، إلى أن يأتي الله بالفرج. نعم. يقول بعض العلماء أحسن الله عليكم أن الإنكار العلني على الحاكم تراعى فيه المصالح والمفاسد، هل هذا يخالف النصوص الآمرة بالنصح سرا؟ ومن الذي يحدد المصالح والمفاسد؟ نحن لسنا بحاجة إلى هذا الكلام وهذه الاقتراحات، نحن نتبع الأدلة من الكتاب والسنة في مناصحة ولاة الأمور ومناصحة العامة ومناصحة الأفراد، نتبع الكتاب والسنة في هذا الأمر. نعم. هنالك من يقول أن حكام هذا الزمان لم تكتمل فيهم شروط الولاية، فلذلك يتساهل مع من ينكر عليهم علنا، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، من ولي أمر المسلمين وهو مسلم فإنه تجب طاعته وفي غير معصية الله، ويجب له ما يجب لولاة الأمور. نعم. من رد على من يقول أن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد خرج على ولي أمره؟ تركونا من الصحابة، الصحابة لا نتكلم فيهم أبدا ولا ندخل فيما شجر بينهم. نعم. هل أصاب من قال أن هذه المظاهرات والتجمعات اليوم تظهر فيها روح الإسلام وإحقاق الحق وجزاك الله؟ الإسلام لا يأمر بالمظاهرات ولا يأمر بالفوضى ولا يأمر بهذه المحدثات التي يترتب عليها أضرار كثيرة ولا تحقق مصالح. نعم. ما حكم اتباع منهج السلف الصالح في العقيدة والإمامة، في العقيدة والعبادة والدعوة إلى الله، هل هو سنة أم أنه واجب؟ واجب وفرض، اتباع أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي العمل وفي جميع أمور الدين والدنيا، هذا واجب على المسلم. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتباعهم واجب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هنالك من يقول إذا رغب حكام الخليج بعدم الخروج عليهم فعليهم أن يكونوا كأبي بكر وعمر. قل لهم هذا، قل لهم أنت هذا الكلام هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من ينكر على الولاة في المظاهرات والساحات والتجمعات هل يعد مشابها؟ نعم، من أتى بشيء مما يخالف الإسلام فهو مشابه لغير المسلمين، من خالف الإسلام فهو مشابه لغير المسلمين في هذا وفي غيره. نعم. هل حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يصدق في من ينكر على الحاكم في وسائل الإعلام؟ لا، الحديث يقول عند سلطان جائر، يعني مشافهة عنده، ما قال أنه ينكر عليه على المنابر وعلى الطرقات، يقول عنده. الله جل وعلا قال لموسى وهارون: فأتياه، يعني فرعون، فأتياه فقولا له قولا لينا. نعم.